مساء الخير مشاهدينا الكرام، متابعي برنامج أحكي حكايتك وقناة الشروق، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد. هذه الحلقة سوف نخصصها للعودة إلى بعض الحكايات التي لا تزال معلمة في أذهان المشاهدين. سنعود إلى قصة السيد بن غربال ناصر العائد إلى الجزائر من فرنسا، والذي كنا تابعنا كيف اختطف ابنه آدم إلى بلجيكا. وسنعود كذلك إلى قصة الساعد والساعدة، هذين الزوجين اللذين يشبهان قصص الخيال. ونرحب ونحن في بداية الحلقة الجمهور الذي يحضر معنا تصوير هذه الحلقة، وهم جمعية الهلال الأحمر الجزائري لمدينة أسطوالي. ونبدأ الحلقة بالترحيب بالسيد البطل غربال ناصر. البطل. البطل. ميرسي بور لافيتاسيون استاذ يوسف، اي سيت ان بليزير دو مو روتروفي ايسي. الله يسلمك. ناصر، انا قلت بطل لانه انت من القلائل الذين يدافعون عن قضية اختطاف الاطفال في الجزائر بشكل عام، وبعد ما شفنا حلقتك مئات الاتصالات جاءتنا من قبل رجال ونساء جزائريون تعرضوا الى نفس الموقف، ولكن ما يحكيوش، يرفضوا اصلا انهم يبانوا في التلفزيون، على عكسك انت اللي راك تقاوم وراك تكافح وتحارب لاستعاده ابنك ادم. هل عندك خبر بهذا الناس؟ كاين اللي اتصلوا بيا، وهذه كنت عارفها من البدايه، باسكو في الديبي دو ليستوار تاعي كنت ديجا مشيت عند لا جوج، عند بليزيور افوكا دي بروكيور، اللي قالوا لي فزت لو سول اللي راك تهضر على هذه القضيه. لي كا كيما انت راهم دي سونتان دي سونتان دي سونتان، الاطفال اللي اختطفوا من طرف الاباء ولا الامهات وهربوا بهم الى الخارج. على سيره الاتصالات، نحن نوجه تحيه كبيره الى الجاليه الجزائريه المقيمه في كل اسقاع العالم التي تتواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونحيي كذلك الاباء الذين فقدوا ابنائهم والامهات. وكما استمعتم الى سيد غربال ناصر، ضروري انكم تخرجوا في وسائل الاعلام للتنديد بهذه القضيه والمحاربه من اجل استعاده ابنائكم، بما انكم يعني تبكيوا خلال الاتصالات على الهاتف وتقولوا اننا مستعدون لاي شيء من اجل استعاده ابنائنا. ولكن اذا كان الظهور التلفزيوني كما شفنا على السيد غربال بن ناصر يعود بالفائده، فلا تترددوا وابواب البرنامج مفتوحه لكم جميعا. سيد غربال، ادم ابنك ادم، بيني وبينك لما شفت حكايتك في البرنامج، هل عقلت روحك ولا ما كنت متوقع اصلا انه في يوم من الايام ستصبح حكايه تسرد في قنوات التلفزيون من اجل استعاده ابنك؟ لا، حتى واحد ما يتمنى هذاك الشيء. دونك انا عمري ما كنت داير بلي في راسي بلي غادي نتزوج بجزائريه بنت الحومه، تدي لي ولدي وتهربه الى بلجيكا وتعيش مع مسيحي وتنصر ولدي. ذاك الشيء انا عمري ما كنت نخمم فيه، سينو عمري ما كنت نتزوج. خاطش ما مدروك الناس اللي راهم يتصلوا بيا يقولوا لي القصه تاعك حلت لنا العينين. كيفاش حلت لك العينين؟ سي باسكو يقول لك انا غدوه نتزوج والزوجه تاعي تخطف لي ولي تهرب به، سي با لا بان. السلطات ما داروا والو بمعنى الكلمه. سنفصل على السلطات اللي ما داروا والو خلال الحلقه، ولكن من اجل المشاهدين الذين يتابعون هذه الحلقه الصدفه والذين لا يعرفون قصتك، سوف نسترجع قصه السيد غربال خلال هذا التقرير، وهو مقتطف من الحلقه السابقه التي عرفنا فيها الماساه التي يعيشها السيد غربال بن ناصر، ونواصل حلقه اليوم. يعيش الإنسان تجارب عديدة ومختلفة في حياته، ومهما طال الزمن إلا أن القدر يغير مسار الحياة بشكل غير متوقع. حكايتنا لسهرة اليوم عنوانها معاناة بجنسيتين، يرويها السيد غربال ناصر العائد من فرنسا ليستقر في أرض الوطن، والذي رافقته أحزان كبيرة من ما وراء البحار. غربال بن ناصر من مواليد 58 بمعسكر جزائري. في البدايه كنت طبيب الاسنان مختص، الاختصاصية في مونبولي في فرنسا، ومارست عامين في لوبيتال عين ناجد بالجزائر العاصمه. وفي لي زاني تاع التيروريزم الغالب عاود رجعت الى فرنسا. قبل 20 سنة كان غربال طالبا جامعيا، سافر إلى فرنسا لإكمال دراسته، أين التقى بفرنسية اسمها ناتالي، أغرم بها من أول نظرة وتزوجها مباشرة. تعرفت على فرنساوية ومكتوب دار تزوجت بها، وهي دخلتني هنا الجزائر. سيتي دون لي زاني 87، هي اللي دخلتني الجزائر باش نقيموا هنايا، باسكو عشقت في البلاد صراحة. قال
على الرغم من أن الحياة فرقت بين الزوجين، إلا أن غربال ناصر لا يزال إلى غاية اليوم يتذكر زوجته السابقة بالخير ويرفض أن يتحدث عنها بغير ذلك. مع الزوجة ناتالي أونسيمي كوا، سيتي أنا سيتي مارياج دامور، دونك أنا كنت باغي باش يجي عندي أولاد، ما كنتش باغي يولد، كنت باغي أولاد وأولاد. ايش ناس صالح من شي كلتما، بصح انا جي باردوني جي اوبلي والدنيا تتمشى. دونك ولان الحب يفنى ولان الحب غير كاف لاستمرار العلاقات الزوجيه، فان غربال ناصر انفصل عن زوجته الفرنسيه ولم تتاقلم مع طبيعه زوجها الجزائري الوهراني. او 94 elle m'avait annoncé le divorce. علاش؟ سي باسكو ا ليبوك كنت خدم وكنت في الجو تاع الخدمه تاعها كانوا دي فام ديفورسي على ليبوك اللي كانوا شويه خارجين للطريق. بون جي با في اتونسيون، ولات تقول لي حنا وني دي جون مي وني ان فيو كوب، معناتها باللي خدمه للدار، انا كنت خدمه للدار، الصالات عندي لي فاكونس تاعي باينين، نجيبها هنايا سدير عايش انا غير في العائله تاعي. دونك هي هذا الشيء مومون دوني قالت لي قالت لي جو نو في با فينالمون، قلت لي شو انكور اوني انكور جون مي اوني دي فيو كوا، اون سور با اون بواط، اون فوا تو مرامين جامي في لي ديسكوتيك. اي تما عرفت باللي ستي فيني. بعد انفصال الزوجين حاول غربال استرجاع حضانة ابنته صوفيا، إلا أن القضاء الأجنبي حرمه من ذلك دون اعتبار لجنسيته ولديانته الإسلامية. كي تفرقنا هي مومون دوني سي غوماري، دونك مي ماشي كيما هنا كي المراه تتزوج كتعطوك الحضانه. لا انا جي دوموندي افوار لا غارد فوت ديفون لي جوج، باسكو مومون دوني شت بنتي شويه تحاني حتى لي العلاقات قطعوا كاع، ما شفتش بنتي بوندون براتيكمون نيفر نحوس عليها. مي مالغري الاجراء التوعي وصلت حتى لا جوج، لا جوج قلت لها مدام جو فو فوار ما في est-ce qu'il est possible que بنتي نديها للجزائر تشوف او موا جداتها اللي راهي مريضه وتسقسي عليها. لا جوج قالت لي بنتك ما تهوش للجزائر لانك باسكو لي الجيريان سو سون دي تيروريست. هذه قالتها لي لا جوج في وجهي، قالت لي خرج عليا. واش انا غادي نكافح انا حكومه فرنساويه غادي نكافح جوج؟ امبوسيبل كوا. دونك كاع لي ديمارش توعي فان جي بو ايسي، هي سافي لا سيتياسيون اللي كنت عايش فيها، دونك لا بروفيتي ولا بري هربت. ماشي هربت، عاشت حياتها وفينالمون طلقات و اي العقل. انا كنت نتورني في الفنزويلا، غير كي دخلت ا 2 اور دو ماتان جو روسو ان ايميل مكتوب فيه لو نو ناتالي، ما نقولش الاسم تاعها، اي ما امنتش. دونك قريت ليميل كتبت لي بلي بنتك كبرت و جي بوزوان دو توا باش تساعدني، باسكو فهمت بلي طلقت وراه عندها مشاكل مع صوفيا بنتي. مرت 9 سنوات عجاف على ناصر الذي لم ير ابنته، الى غاية اليوم الذي جمعه معها القدر في لقاء يحمل الكثير من الشوق والدموع. بنتي 9 سنين ما شافتنيش، دونك جافي نعقل لها كونسير من جهة مونتولي مع لو جروب. دونك بنتي قلت لها روحي نهار فلاني باش تشوفي باباك سيغ سان، اي او ميم طون مادا بيا تفرحي معايا. دونك فينالمون الي فوني في لاكار 1.70 ما شاء الله، بيل جون فام. اي من بعد لفتها في اللوطو ورحنا ديريكتومون لو كونسير. دونك افي تو كاع لوركستر اللي قارع فيها سي باسكو كونيسي مون هيستوار. دونك ريحت معايا، دونك ايتي اوغوز مون جيتي اوغو. Donc c'était les... يحاول غربال في كل مرة أن يتمالك نفسه ولكن دموع الأب تخذله. سيتي با دي ليموسيون، سيتي Tu sais, quand tu cherches ta fille pendant 9 ans,
Dieu, c'est une nouvelle naissance. Ce que j'aime ma vie, quoi. J'adore ma vie. طليقة غربال الأولى ناتالي لم تتقبل أن تعلن ابنتها إسلامها وأخذتها منه عندما سمعت بالخبر. Elle est typiquement arabe. Elle a une beauté libanaise. Inch'Allah. Et puis donc et après, elle a décidé de retourner vivre avec sa mère. Et puis après, les relations sont un petit peu dégradées. C'est parce que l'homme شافت بلي بنتها مالت شوية الدين تاعنا. Chose qu'elle n'a pas accepté. Mais le haqqa, on n'oblige pas quelqu'un. Là, il crée un film. Il y a un hijab, elle n'a pas aimé. Il y a les. Moi, j'étais privé de ça. Quoi. Moi, je pouvais rien dire, je pouvais rien faire. Au seul hata benti, avec les papas, je ne sais pas si je suis arabe ou je suis française. عاد غربال إلى الجزائر ليستقر بصفة نهائية، وكأي رجل قرر أن يتزوج مرة أخرى، ولكنه لم يكن ينتظر أن تفعل به الجزائرية أضعاف ما فعلته له الفرنسية. كنت نجي en vacances أنا الوهرم et puis j'ai vu une charmante dame faite شتها هي مثل حومة سقسيت عليها عجبتني ما كسرش راسي خطبتها ديريكتومون دونك Donc l'objectif là, c'était les papiers. Quoi. Quand elle était enceinte, elle est partie en France. Donc il y a des difficultés. Parce que la mère est là, six mois, elle n'a pas de travail, elle n'a pas de travail. Elle a dit qu'elle 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 a dit pourquoi pas. Mais après, j'ai décidé que mon fils naisse en. À l'âge de Fakat, l'histoire de ma Sophia. Donc, je l'ai acheté à l'aise. Fakat, je l'ai acheté à l'aise. 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 Parce que Adam, ma dame, il est venu à l'aise. 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 Et en 2015, le 27 août exactement, غضبت آدم وراحت عذرت البيت. ولما أنا مشي في خبالي مع لبالي بقوله، شكرا تحوس عليه ما لقيتهاش، السبت ما لقيتهاش، قاعد يكلا سمان نحوس، عيط لبابها اللي كان مريض مسكين الله يشافيه. قال لي وقيلة 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 قال لي راحت لفرنسا. بعد أن تيقن غربال من أن ابنه بين يدي شخص غير سوي، توجه إلى القضاء البلجيكي ليستعيد ابنه، ولأنه مسلم جزائري فإن القاضية لم تنصفه. عشرة دعوة الشر. دونك رفعت القضية فينالمون، تانيك هدرت في الجرائد في التلفازة. تم اتصلت بي السفارة الكونسولا دالجيريا بروكسل. Que je salue. Je salue M. le consul général qui m'a beaucoup aidé. Yaoumi, il a dit fais tout ton possible, je voulais que mes gauches m'aient à ce site, parce que ce site, c'est un danger. Ce site, il a fait l'usine, c'est un ouvrier, il a fait le ciment, connu du service de la police, il a fait un mokhadira, il a fait un charab, il a fait un charab. Donc mon fils a été entre les mains de quelqu'un. Je peux pas le décrire. D'ailleurs, quand tu vois le tsaouir taak, il s'est mouché partout. Il s'est mouché. Il gloule que l'oxygène taak, c'est ça. C'est la chambre taak, c'est la chambre taak. Non, tant qu'il n'est pas là, entre l'âge. Je peux pas. Tu ne vis pas. C'est impossible. Tu sais, je sais pas. C'est très difficile. Parce que c'est pas facile quoi. C'est qu'ils aident à sortir quoi.
سي ان امور كيفاش يقولوا je peux pas le décrire je l'aime à un point où je pense que si je dois choisir entre mon fils et la mort c'est je préfère mourir mais il faut que mon fils vive je... كانت هذه إذن مشاهدينا عودة إلى قصة السيد غربال بن ناصر الذي اختطف ابنه آدم، يعني هو فقد ابنين، فقد ابنته صوفيا واختطف منه ابنه آدم. سي غربال. C'est difficile de perdre une son enfant. Enfin, c'est deux enfants. Enfin, je les ai pas perdus, mais c'est difficile de voir encore les images de Sofia ou de Adam. Donc, la blessure est toujours là, quoi. مازال ما. Donc, مراش معايا ولادي. Donc, très difficile quoi. وهذا الشيء ما يحسه غير الاب. الاب يقول لك غير الامهات اللي يحسوا الاب ثاني كلي با تي لي بابا ثاني كيحسوا تو عندها قلب. Moi j'aime mes enfants, j'adore mes enfants. Moi je suis amoureux de mes enfants, voilà tout simplement. Quand on est amoureux. Voilà quoi. يعني سي دوماج يعني الواحد يدخل في عقل الامهات هذول يقوموا باشياء مماثله. يعني الام لما تخمم انها تحرم ابنها من انه يشوف ابنه. انا تبان لي هذا التصرف غير عقلاني يعني سي ميم با سي با سي ميم با انيماليي كوا اكثر من الحيوانيه لا ما كانش ما با ما نجيبش نوصفوها بالحيوان باسكو الحيوان كون تروح قطه تدي لولادها تقابشك طير عليك مو جو بو با لا ديكريغ سيت فام كي بريف جو بارل با كو دو مون اكس لا مامون دو مون فيس جو بارل هادو الاباء والامهات اللي منعوا الاولاد من الاباء ومن الامهات واش من قلب عندهم والله العظيم انا جيمري بيان فيغ اون بسيكولوجيك عليهم جاريف با انا اريد العوده بما قلت الى زوجتك ناتالي زوجتك ناتالي لا يوجد هناك بينك وبينها اي اتصال ولا شيء لا ملي طلقنا واللي دات البنت بوندون 9 سنين من لابري تشوفنا خطره ولا سيتي من 94 تزيد لها 9 فون ابخي تشوفنا ما تشوفناش ملي طلقت هي رحلت لبريطانيا حتى اللي 9 سنين من بعد شفت ولدي بنتي باردون صوفيا مي هي غيان ما با كوزي دو بروبليم ولا لا لا با دي تو جي با اون بروبليم معاها بصراحه حتى حنا كي جينا عندك للدار وحكيت لها انت حكيت بشكل يعني تقريبا ايجابي عليها يعني ما كانش بيناتكم مشاكل كبيره قد ما كاين بينك وبين السيدة الوهرانية على كل نحن نوجه تحية لأننا لا نريد أن ندخل كطرف مباشر في هذه القضية نحن نوجه تحية إلى زوجتك الوهرانية لأنها تواصلت معنا في البرنامج وأرسلت لنا رسالة إلى البرنامج أنت قلتي أنه ما عرضناه في الحلقة ليس صحيح وهنالك مزايدات على كل نحن ندعوك إلى البرنامج إذا كانت لديك رغبة في الحديث أو عرض نسختك من القصة نحن في البرنامج لسنا كطرف مع السيد غربال ولا كطرف معك ضد السيد غربال ونفتح لك المجال لكي تأتي إلى البرنامج على كل حال ونوجه تحية كذلك إلى آدم الذي نتمنى كذلك رؤيته السيد غربال من بين الملاحظات اللي جونا إلى الحلقة بعد ما عرضنا حكايتك كاين ناس قالوا لنا وعلاش السيد غربال من الأول تزوج مع وحدة فرنسية ومن بعد دخلت للإسلام بعد خرجت منه حسوا وكأنك تحكي بشكل غير مباشر انه الزواج الجزائريين المسلمين من الاجانب هو زواج فاشل قبل ان يبدا. اذا لماذا الدخول فيه؟ لا شوف انا كي طلعت فرنسا بور فيغ مي زيتيود سوبيريور انا ما كنتش متوقع في راسي بلي غادي نعيش تماك ولا غادي نتلاقى بناتالي هذا سي لو ديستان. جي سوبي سو ديستان تبعت مكتوبي ربي دار لي مراه في طريقي عجبتني عجبتها تزوجت بها وشت معها طفله ما كنتش نخمم انا بلي غادي نطلق معها ولا ما لا سي سا سي مكتوب ربي سبحانه وتعالى سي با ان شوا فولو ربي كتب لي باش تلاقى بها تزوجت بها وربي ما كتبش بيناتنا وفارقنا انا حسيت انك تبحث على ابنك ادم اكثر ما انك تبحث على بنتك صوفيا لا ربما هي يجيها في بالها ويلحقوا لها هذه الحظه هي اليوم الى الان راهي حاسه هي في راسها بلي انا ما حوشت عليها هي انا حوشت عليها سنين وسنين سي باسكو انا جي gâcher ma vie professionnelle à la khatr benti hadi awl mara ngoulha j'ai tout fait la preuve c'est que benti qui j'avais handi sofia qalt li billi papa je recevais toutes tes lettres ana mokt nkhrouj balad parce que je faisais les tournées à travers l'alam le blad li rouhi nersel nkteb
سوا لي زانيفيرسير نرسى نكتب لي لات ما كانوش يوصلوها سوف كالكو زو اللي كان يوصلوها وكان راجل ما يقطعهم قدامها. بنتي قالت لي بابا تي لاتر اريفي مي سي سون بو بير كان يقطعهم قدامها. دونك هي اعترفت باللي كنت نكتب لها اي كومون الما غوتخوفي سي غراس او ميساج كو جو ليسي لي لاتر كوا لو نيميرو تيليفون تاعي. اللي تخو بال زوجها لك؟ لا الغوسون بلا سامي غفاهمو نو ما تشبه لك كاع لا سي 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 على يبوتي لي مالز ما شاء الله. الله يبارك على كل نتمنى ان يجمعكما ان شاء الله القدر. سنعود الى الجديد في قصه ادم. قصه ادم اخذت حيزا كبير من التغطيه الاعلاميه، كنا شفناك في عده قنوات ووسائل اعلاميه تحكي على قضيه ادم. انا الفتني لما صورنا انت كنت حكيت لي انه لما رحت لبلجيكا تحوس عليه القضيه يعني قالت لك ادم يعيش في ظروف ملائمه مع اب وام ولو كانت تدخل انت في حياته يعني vous allez le déstabiliser. صح. هي لا جوج في لو بروميي جوجمون لا ريفوزي باش تعطيني ولد لان في قالت لي باللي الجزائر لم تمضي على الاتفاقيه تاع لاي وهذا خطا لان كي نقولوا لاي نقولوا لو بينال الوغ لافير تاعي سي اون افير سيفيل دونك سا نا غين افوار. وقالت لي بما ان الابن ادم راه عايش مع امه اللي هي تزوجت ببلجيكي مسيحي وانجبت معه طفل سموته برايان. دونك هذا الميليو هذا ملائم لابنك دونك فو با لو ديستابيليزي. وبما ان ولدك هذه عام ما شافكش دونك راه كنساك. هي في راسها هذه لا جوج باللي ولدي ما شافنيش دونك انساني سي كومبليتمون فو سي توتالمون فو كوا. انا اوكان دغوا باش تقول باللي ولدي انساني وباش ديسيدي على ولدي يعيش مع من يعيش انا بوه اي بورت مون نون دونك سي دو كان دغوا سو بيرمي هذه لا جوج تقول لي باللي ولدك راه غايه مع هذاك المسيحي ولا دو كان دغوا. طيب انت تواصلت فيما بعد مع السيد يمني لو كونسول جينيرال اللي استقبلني استقبال حار نشكره نشكره باسكو وقف معايا وقف معايا قبل ما تدخل ليميسيون مون افوكا ميتر سيميشي كو جو سالو قال لي وزافي لو سوتيان توجور دو مسيو لو كونسول جينيرال سيد القنصل قال لي راه تو سوتيان جوسكو جوسكا لا فين وقف معايا فرونشمون جو سي با كومون ريميرسي كلف محامي استاذ سميشي كي نفوت في القنوات وجي ميدياتيزي لافير دونك اوتوماتيكمون تمتم عيطوا لي قال لي باللي القضيه تاعك تهمنا وبما انك جزائري دونك ولدك راه في بلجيكا داروا لي محامي استاذ سميشي ورفعوا القضيه ومازالوا اليوم من الان مازالوا الكفاح مازال من الان. طيب سيد يمني القنصل الجزائري كان عاونك في قضيه ابنك ادم على عكس وزارة العدل هنا في الجزائر. لما توجهت إلى وزارة العدل هنا في الجزائر كيفاش كانوا استقبلوك؟ هل ساعدوك ولا لا. كانت زيارة مخيبة؟ لا شوف قلت لهم اسكو كان اتفاقيات ما بين الجزائر وبلجيكا؟ في البداية قال لك كاينين. كي طلعت أنا بلجيكا في المرة الأولى ما كاش اتفاقيات سي بو سا رفضوا لي. عاود كي رجعت مع المحامي تاعي درنا أبيل. في لابيل عاود طلعت انا المينيستير دو لا جوستيس تانيك قلت لهم بلي كاينه اتفاقيه تاع لوردونونس 70-60 تاع 8 اكتوبر 1970 اتفاقيات ما بين بلجيكا والجزائر وسكي كونسيرن لي زاسبي سيفيل معناتها بلي كيكون الشرع سيفيل. لكن هذيك الاتفاقيه باش في بلجيكا يطبقوها فيه شروط من بين الشروط يخص ندي شهاده من وزاره العدل. هذه شهاده مسلمه من طرف وزير العدل. رحت وزاره العدل لو بيرو تاع لي زيكزيكواتور قلت لهم من بين لي دوكيومون كاينه شهاده مسلمه من طرف وزير العدل. قالت لي بصح هذه الشهاده ما نعطوها لكش. قلت لها علاش؟ قالت لي باسكو اول مره تصرى لنا في تاريخ الجزائر. دونك مي قلت لها يعني ديبياتو بما راك تقول لي بلي ما نمدلكش سي ان انتردي ويقول لك بلي في القانون كونت يا ان انتردي يعني تكست وراه التكست اللي مالك باش ما تعطيني الشهاده. قلت لي خويا انا ما نجمش ندير لك والو ما نجمش ما نعطيها لكش وما نمدوهاش وعمرنا ما مديناها وما نمدوهاش. فوت لها المحامي تاعي المستشار القانوني تاعي في وهرك نحييه هضر معاه في التليفون قلت له هو استاذ غادي نشوفوا كيفاش ندوروا نلقوا حل. كي كمل معها الاستاذ قالت لي طلع الطابق الثاني عند لو ريسبونسابل دي كونفونسيون مدير التضامن. كي دخلت عنده قلت له على هذه لا اوردونونس
وثاني كون ما يعرفهاش وما يعرفش لو جورنال اوفيسيال. مدير الاتفاقيات في وزاره العدل لا يعرف في الدوزيام ايطاج. وريت له لو جورنال اوفيسيال قراها قدام عين. عشا الجواب تاعه؟ قال لي ما نعطوها لكش باسكو عمرنا ما مديناها. اي لو دونجي شا قال لي؟ قال لي باللي راك تشوف ديك الكتبه كاع؟ قال لي بكري كانوا غيشكلوا. هذا او فونكسيونير في وزاره العدل يقول الهضره. باللي في لو جورنال اوفيسيال تاع هذيك قال لي هذو بكري كانوا غيشكلوا، قال لي هذه غيشكلها. يعني غير يخلطوا. غير يخلطوا، وقلت له كيفاش؟ قال لي ما عندي ما ندير لك. الجريده الرسميه الصادره من الرئاسه يعني. هذا إن ميم با لو ريسبي تاع لي مارتير الرجال والنساء اللي كافحوا بحياتهم على هذا البلد. يجي هذا يقول لي باللي كانوا يشكلوا بكري. هذا موظف في وزاره العدل. وشق في الروح سي توجور لا ميم ريبونس ما عندي ما ندير لك. حتى عاود قلت لهم سمح لي في هذه النقطه سي غربال لانه الاكيد انه عمال وزاره العدل يتابعون هذه الحلقه. المسيرين في الوزاره باين نضيف حاجه برك انني متيقن والله اعلم باللي الوزير ما على بالش كاع بالدوسي تاعي. بعد هذه العراقيل التي تعرضت لها كيف تصرفت؟ انا كي رفضوا لي باش يسنوا لي هذوك الوثائق تاع لويسي باش ما باش ما باش يعطوني تاع الشهاده من طرف الوزير العدل وكاع دخلت على ربي. المحامي تاعي قال لي باللي لابيل سيتي او موا دو ديسمبر قال لي خصك تجي باسكو لا بريزيدون دو لا كور دابيل فو تو فوار. جيب معك الوثائق. انا ما نكذبش عليك رايح و داير في راسي باللي راني غير رايح. استقبلتني شرحت لها فهمت القضيه بيان كوم يلفو. قالت لي باللي لو 23 جونفي تكون عندك الاجابه. اي فينالمون لافوكات جينيرال قالت باللي لو بروميي جوجمون كان فو كان غلط باللي لا جوج الاولى غلطت. باسكو هذا تاع لاي ماشي من حقها باش تاع لاي باسكو هذه قضيه تاع البينال قضيه سيفيل خاطي دونك قالت باللي انا موافقه على تطبيق الحكم الجزائري في بلجيكا لكن لا جوج اللي هي اللي عندها لو ديرني مو قالت لي حتى لو 23 جونفي نعرض لك الخبر تاعك. نيتها بزاف وي سي اول مره في تاريخ الجزائر اول مره في تاريخ الجزائر وين ان جوج بلج الاكسبت ليكزيكواتور قبلت لي باش طبق الحكم الجزائري في بلجيكا اول مره في تاريخ الجزائر. واللي غابتني سي كو اون جوج بلج اجنبيه حست بيا كوا وعاونتني ماشي عاونتني راحت للحق باسكو يا ان كود سابيل لو كود 22 دي كود بينال انترناسيونال في حقوق الطفل درست القضيه بمعنى الكلمه كوا وعرفت باللي الطفل اختطف وحرمتها امها من 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 الاب من من الاهل تاعها وحرمتها من بلادها هي الجزائر ولا كولتور وقالت لي باللي جاكسبت ليكزيكواتور اول مره في التاريخ يعني في التاريخ يعني في انت وابنك وهذه القضيه دخلت في التاريخ واه ادم دخل في التاريخ سبحان الله. وهي القاضيه قالت لك باللي الام ما عندهاش الحق انها تفصل ابنها بهالطريقه من باباه ومن بلاده ومن دينه لا من لا كلها لا لا قالت لك راهي تاغاشي هي قالت بلي سيت ان اونليفمون انترناسيونال. على كل نحن لكي لا منبرزيوش الناس ربما اللي تبحر لهم اولادهم ربما هذا بعدك انت ستقوم الجزائر والسلطات الجزائريه بالامضاء على هذه الاتفاقيه لاستعاده الاطفال. سي باسكو يا با كو لو كادو يجب ان توقع الجزائر على هذه الاتفاقيه سي اوبليجي باسكو اولادها هادو هادو ولادها سي سي لي زونفون الجيريان كي سون كيدنابي انلفي كي سون كيلكو بار دون لو موند كوا. طيب سي غربال نحن شرفنا على نهايه الجزء الاول من حلقه اليوم بعد بعد هذه كيفاش يقولوا الفرج اللي جاء من عند ربي بخصوص قضيه ابنك متى ستشاهد ادم وتستعيده؟ هل عندك فكره؟ ما نجمش نقول لك وين تاع سي لاتونت دروك دروك جاي ليكزيكواتور دروك غادي هما يرسلوا لها لويسي بور لو سيني في لو جوجمون عندها شهر باش شهر باش تعارض ولا لا باسكو
لو جوجمون جا من لاكور دابيل دونك كل بو با فير ابيل تخدمش دير ابيل ما تقدرش دير ابيل سي فيني كوا دونك ابخي شهر غادي نشوفوا واش كاين. طيب سي غربال نحن نتمنى ان نكون موجودين في اليوم الذي ستستعيد فيه ابنك ادم ونكون هنا لنتشارك معك هذه الفرحه. حضورك معنا في الحلقه كان مؤثر ولكن هذه المره كان مفرح على الاقل وباعث الامل، ونتمنى من المشاهدين خارج وداخل الجزائر الذين تعرضوا لنفس الموقف ان يكونوا قد ركزوا في كل كلمه قالها السيد غربال، على الاقل يعرفوا الخطوات التي يسلكونها لاستعاده ابنائهم. ونتمنى كذلك من عمال وزاره العدل أن لا تتكرر مثل هذه الأمور التي تؤثر سلبا على المواطنين، ونذكرهم أنهم موجودون في مكاتبهم لمساعدة الجزائريين وليس لعرقلتهم. على كل سي غربال أحد أعضاء جمعية الهلال الأحمر الجزائري سي رغال حسام الشاب رغال حسام هو أحد أعضاء الجمعية، لديه سؤالين يريد أن يتوجه بهما إليك، سوف نستمع إليه تجيب على الأسئلة ونختم الجزء الأول. تفضل حسام. السلام عليكم. هل السلطات الجزائرية تستطيع التدخل في بلدان غير بلجيكا لاستعادة الأطفال أم لا؟ وسؤال ثاني، هل ندمت على الزواج من جزائرية؟ شكرا. شوف نبدأ لك بالسؤال الأول، ما كانش اتفاقيات فيما يخص اختطاف الأطفال. الألجيري n'a pas encore signé les conventions de l'AE en ce qui concerne l'enlèvement international des enfants. معناتها باللي الطفل الجزائري كي يختطف في الخارج يا اوكين غارونتي باش يولي. السؤال الثاني كان، هل انت نادم على الزواج من جزائريه؟ لا لا لا، ربي خلق وفرق، كاين هذا مكتوب. انا شوف انا في لافير كاع انا نقول بلي ربي بغاني والله. ابتلاء صحيح، ابتلاء انا باسكو ربي يبغيني حتى انا نبغيه. دونك ابتلاني مي سي با باسكو جي اون ديسيبسيون مع اون الجيريان كو كاع الجزائريات لا. يعني انت تفكر في الزواج مره ثالثه؟ بيان سور بوركوا با، علاش لا؟ دري برك كوسو دري. صح، ما زلت فزات اونكور جون الحمد لله يا خويا، على اساس ما زالت الاعمار بيد الله، وما دام الانسان قادر انه يعيش المفروض انه يعني بروفيتي من كل جوانب. الالجيريان مازال بالشرف تاعها والعز تاعها والقدر تاعها. طبعا طبعا، على كل انه الجزائريه لا تزال تاج فوق رؤوسنا. والكلام الذي يقال في الفيسبوك بيني وبينك انا ما نركزش معه بزاف، لانه في اغلب الاحيان هو كلام مراهقين فقط. مشاهدينا الكرام، كانت هذا الجزء الاول من حلقه اليوم المخصصه للعوده الى الحكايات التي علمت في اذان المشاهدين. سوف نتوقف للحظات قصيره ونستقبل مره اخرى السيده سعيده والسعيد اللذين تعرفنا على قصتهما في الموسم الفارط من احكي حكايتك، ونواصل حلقه اليوم. هل سمعتم عن قصص الحب التي أسرت الملايين وتحولت إلى أساطير تروى في كل أصقاع الدنيا؟ جهزوا أنفسكم لتستمعوا معنا إلى حكاية مذهلة ترويها سعيدة عن زوجها السعيد الذي خطبته ولم تكن تتوقع ذلك. سعيد نعرفه قبل ما نتزوج، سعيد نعرفه قبل ما نتزوج، لاختو على أخته متزوجة مع خويا، وكي كان صح اختو متزوجه مع خويا هو كان يهبط بزاف البويره، كي يهبط مع يماه ما على باش كي يشوفو هكذا في الطريق في الطريق بعيده يغيظني، لاخاطش وعلي يتبع غير في يماه، ما عندوش وين يروح، يتبع غير يماه. الا رحت يماه لبلاصه بعيده يروح معاها، الى اي بلاصه يروح معاها. في ذاك النهار انا صح خرجت من الخدمه لقيته تحت الحيط قاعد، قلت له سعيد واش بك؟ قال لي ما مانيش مليح. قلت له علاه سعيد ماكش مليح؟ قال لي يا اخي على بالك بلي خطبت وبطلت، وزاد عاود خطب وعاود بطل. قلت له وعلاه بطلت؟ قلت له حنا نسناو غير وقتها ناكلوا الطعام واللحم تاعك وانت هكذا. قال لي خلاص انا بطلت، ما حبوش يتزوجوا بيا. قلت له وعلاه؟ قال لي لاخاطش وعلاه المره الاولى قالت لي ما عندكش الدار، والاخرى قالت له الدوزيام فام الاخرى قالت له انت مريض، انت ما عندكش الدار، ماكش خدام، ما عندك حتى واحد، ما نقدرش نتزوج بك. وما عندك، انا صح انا حكمت. قلت له سعيد شوف ما تقطعش لي ياس، الدنيا هذه دواره. وما عندك، قال لي كيفاش؟ قلت له هاني قلت لك الدنيا هذه دواره، قلت له الواحد جامي يحقر بالعين. قال لي هكذا؟ قلت له ايه هكذا.
بحياء وخجل شديد تسترجع معنا سعيدة اليوم الذي أحست فيه بانجذاب إلى سعيد وقررت أن تعرض عليه الزواج منها. هيا أنا خطبته باش هو يخطبني، بصح أنا خطبته. الله غاضني، نحس فيه وليا مسكين، الله غالب. وما يتك اللي تقبلي بيا، قلت له ايه، ما انا روح تفهم مع يماك وقولها بلي راني لقيت وحده روحي تخطبيها لي. هاك راح لمو حكالها كي حكالها عيطولي، باسكو انا عندي اختو خويا اللي متزوج بها ومفصلينا، حنا نسكنو في ابارتمون جيران ونسبه. عيطولي للدار، كي عيطولي للدار عيطولي بما كانت العجوز تاعي ما الله يذكرها بالخير ما على بالهاش. عيطولي للدار، رد دخلت للدار سلمت عليها على العجوز الله يرحمها، سلمت على مرت خويا قلت لهم واش راكم لاباس لاباس، قالت لي سعيده ريحي، ريحت حطوا لي القهوه شربت، حطوا لي غاز شربت. قلت لي واش راكي تقولي لسعيد؟ قلت لها شوفي السعيد هو اسمه سعيد والسعيد، قلت لها شوفي سعيد والله غندير معاه الدار. قالت لي كيفاش سعيده تخدمي وتخلي خدمتك وتخلي هكذا وكيفاش تقبلي بيه؟ قلت لها نقبل بيه، راجل ما فيهش العيب. ردة فعل العائلة بقرار سعيدة لم يكن معارضا ولكنه لم يكن مشجعا، ولم تسلم بدورها من الكلام الجارح الذي كانت تسمعه من أقربائها. قالوا هالي الناس ضيعتي حياتك وما جبتيش دراري، قلت لهم إن شاء الله دراري نلقاهم في الجنة إلا عطالي ربي مرحبا، ما عطاليش ربي مرحبا. لخدش وعده أنا راني ما بين يدين ربي، وهو ثاني راه ما بين يدين ربي. درت عرس تاع زوالية وهو ثاني زوالي، لاخاطش وعلا انا كنت نخدم على والدي وما عندي والو تروسو، كي تكون مشوارة مانيش مخبيتها. جوني الحباب بلا عرضة ودرت هذاك العرس ما شاء الله والحمد لله، ما فرطش فيه لو كان نهار واحد ما فرطش فيه. سعيدة ليست مجرد زوجة لسعيد، بل تعتبر نفسها بمثابة أمه التي ولدته وتعامله برقة شديدة، ولم تبدي أي انزعاج ونحن نصورها وهي تقلم له أظافر رجليه وتداعبه في مشهد ربما لا يتكرر في كل العائلات. على جهل تكسح عونه وانا يتنحبت برهلو باللي راني معاك وما نخليكش حتى اليوم الدين، والله ما نخلي حتى اليوم الدين. وش الحاجات اللي سعيد حنين حنين، كي واحد يحقروه برا ساعة ساعة يحقروه برا يجي يشتكي له نقول له قول حسبي الله ونعم الوكيل. هذه يحس الحنان تاعي كاع عطيته له. والدي دوكا عندي شهرين ما هبطش ليه، لاختي وعلا ما تعلق فيا بزاف، يقول لك كي تروحي الدار هي صامته، انا ما نقدرش ثاني نروح لاخاطش وعلا من جهته ما نقدرش نروح، لازم نروح كيف كيف. وكي يديروا العرس يعرضوني انا هو يخلوه، انا ما نروحش على جالو ما نروحش. نقول لهم سعيد راه يسمع اللي عيني عيط له في التليفون، هو يسمع شريت له التليفون وقلت له عيطوا له ليه، لاخاطش انا باه نمشي بلا الزوج تاعي موحل نمشي به بلا بيه، موحل نمشي بلا بيه. بزاف لي عرضوني لا فامي وما نروحش، بزاف داروا العرس وما رحتش ما حضرتش. اخبرتنا سعيدة ايضا انها وبسبب ضيق الحال تحرم نفسها من الاكل لتطعم السعيد، وتحرم نفسها من الملبس لكي لا يظهر زوجها مختلفا عن بقية الرجال. كان ان شاء الله روحوا كيف كيف، ما نكذبش عليك ان شاء الله روحوا كيف كيف، هو ما يخليني وانا ما نخليه، والله إلا كان ربي يسمعني روحوا كيف كيف. أنا إنسان أقسمني قلبي ويغيظني بزاف وما نحبش إني اللي يحقروا على جالو ندير الموحان، والله على جالو ندير الموحان، راه أمانة ما بين يديا ما نقدرش نخون الأمانة، ما نقدرش نضيعو، ما نقدرش عييت الماكلة نسربيلو ليه هو الأول باش ناكل أنا باش ما نتحاسبش عند ربي، نعطي له غير الحاجة العزيزة باش ما يحاسبنيش ربي. كون نخطيها انا يضيع، قال لي ذاك النهار قال لي كون تخطيني نضيع، قال لي كون ماشي انت راني برا راقد في الكرتون. قلت له ربي بعثني ليك وانت بعثك ليا، نقول له اصبر يعني ربي فرج.
قلت له ما بقاش بزاف ان شاء الله. انا سعيد كسبته بالحنانه، هذه اول شيء كسبته بالحنانه. لاخاطش على كسبته بالحنانه الحاجه اللي حاب يديرها نخليه يديرها، ونوصيه نقول له ما ديرش حاجه اللي ماشي مليحه، ما ديرش هذيك، ولكن الزوج ولا غير حنون، ينوض الصباح يروح يجيب لي الحليب، نعطي له درامي يجيب لي الحليب، وحنين حنين بالبزاف، والراجل ما يتعيبش يا لاخاطش ولا ما فيهش العيب، ما فيهش، ويصلي راه يصلي ويعرف ربي، ومن الجمعه للجمعه نبعثوا للجامع تاع جنة المبروك، نبعثوا نلبس له ندوش له، كي ما نحبش نفطر انا حتى نيجي هو من الجامع نفطروا كيف كيف باه يفرح. صافي البنات خايفين انا نقول لهم ما تخافوش، لاخاطش وعلاه كما تمدي الحنانه لخوك قادره تمديها للزوج تاعك، والله بالك تلقاي بالك ما تلقايش الخير في اقرب لك تلقاه في الزوج تاعك، لاخاطش وعلاه الزوج هذا ولا غير حنين، حتى ويكون مريض والله يتكس به بالحنانه وتكس به بالرضايه، نحس به راني تحت جناحه، ما نكذبش عليك يا الاخ راني تحت جناحه، راني مسطوره تحته، لاخاطش وعلاه المراه مليح راجلي ومولا بيتي والزوج تاعي ونخاف عليه وراني تحت جناح. كانت هذه إذن المشاهدين عودة إلى حكاية سعيد وسعيدة، هذه القصة الأغرب إلى الخيال التي استرجعناها في هذه الحلقة الخاصة. مساء الخير سعيدة. مساء النور أخ. شاكي؟ لا بس الحمد لله. بس سعيدة علاش كنتي تبكي وتشوفي في راحك؟ غاضني. علاش غاضك؟ غاضك لأنه حتى بعد ما عرضنا الحكاية ولكن وضعيته مازالها صعبة. مازالت. طيب سعيدة لما جلستي في التلفزيون الناس وش كانوا يقولوا لك برا؟ هل كانوا عارفين أنه أنت قبلتي الزواج من سعيد رغم مرضه من أجل نذر يعني قمتي به لربي يعني باش ربي يعوضك حاجات أحسن من ذلك؟ هل الناس كانوا عارفين قصتك ولا ما كانوش عارفين؟ ما يعرفوش قصتي. كانوا بزاف في مواقع التواصل الاجتماعي دايرين الروبورتاج تاعك وكاتبين احسن زوجه في العالم لانه انت قبلتي به وسترتيه رغم مرضه، راكي واقفه معاه الى غايه اليوم. ان شاء الله ربي يجعلها في الميزان الحسن ان شاء الله. انا فاهم انه ما كنتش قادره تهضري لانه الشيء ماهوش سهل على كل حال، ولكن خبريني بعد ما جزنا الروبورتاج، احنا كنا قدمنا هاتف تاعك لعدد من المواطنين وكاين مواطنين كانوا يقولوا بليك راح يعاونوك يعاونوا سعيد الى غير ذلك. حد الان والله ما كاين واحد اللي عيطت لي وحده من فرنسا قالت لي نجي لك ومن بعدك من تما ما سنيت باش تجي لعندي ما جاتنيش. قطع الاتصال. ايه ما جاتنيش، ما من نمرو الهاتف تاعي ما يعرفوهش. صحيح لانه احنا كنا قدمنا رقم هاتف البرنامج في حلقتك، ولكن في هذه الحلقه المشاهدين سيشاهدون الان رقم هاتف تاعك الخاص وحسابك البنكي من اجل تقديم مساعدات خاصه. ان شاء الله يا رب العالمين ان شاء الله. سعيده كاين واحد النقطه انا في الروبورتاج كنت نسيت ما هدرتش عليها دوك تفكرتها، هو انه سعيد ما عنده حتى احد ابارنتيا يعني دوك هو عايش وحده. ما كانش عايش وحده سعيد. ورغم انه هو حاله اجتماعيه مستعصيه ولكن مداش سكنه، يعني عنده اكثر من 20 سنه هو حاط ماشي اكثر من 30 سنه هو داير ملف سكن. 50 سنه. 50 سنه. 50 سنه ولم يحصل على سكن. ما كانش. يما ما استفادت وباباه ما استفاد. وهو ثاني راه مازال حد الان مازال راني نطالب راني نجري راني نروح للبلديه نروح للولايه نروح حد الان ما كاين حتى خبر. واش من بلديه اللي تروح ليها؟ واسمو المير تاع البلديه؟ بجراح جعفر امام. جعفر الامام. هو المير جعفر امام السيد جعفر. نعم. طيب سيد جعفر امام تروحي عنده اسكو يستقبلك في المكتب؟ استقبلنا قلنا روحوا ما زيدوش تجوا لهنايا، قال لي راني نجي لك للدار وراني نستنى ان شاء الله يكون عنده وعده.
هو مليح أنه تقولها أنه روحي للدار وحنا نجي ونشوفك، ولكن نحن نعلم أنك لم تزر المنزل ولا مصالح البلدية زارت المنزل. نحن نستغرب من هذه التصرفات في الوقت الذي المسؤولون يتغنون بتوزيع السكنات مجانيا للمواطنين، ولكننا نشوف ملف سكن أكثر من 50 سنة لم يستفد منه المواطن، علما أنه هو حالة اجتماعية مستعصية ولديه أولوية في التنقيط في ملفات السكن. نحن فعلا نستغرب من بلدية باش جراح هذا التصرف إزاء هذه العائلة بشكل خاص. سعيد، أنت كنت تعيطي لي واحد الوقت، كنت تقولي لي أنه البلافون طاح على راسك أنت وسعيد وقريب متوا. إيه. طيب البناية هي بناية هشة يعني. بناية هشة. وراني مصورتها، راني ديجا هو كي يدخل الشمرة هذيك كون يصمي يقعد شقا فيها. والله غير ساعة يروح لعند بابه الله يرحمه ويرحمهم قاعد. يروح الجبانة. يروح للجبانة. ولا نلبس حوايج ونجي ونرى وكثرة الدار ما كانش، لو كان والديه ما كانش امي يعوضوا له الدار باه يفرح. انا ثاني نفرح، انا كي نشوف الزوج تاعي مريض شيت ربي والله غير راني فرحانه، مام راني قاعده معاه والله غير فرحانه، ولكن الفرحه تاعو باش تكمل ان شاء الله، تكمل ان شاء الله بالدار. اختي والله العظيم غير أنا أستغرب يعني هذه الأمور، لأنه أنا أعرف أنه في بلدية باش جراح بشكل خاص في كل الأوعية السكنية يتم توزيع السكنات، كل رحلة كاين رحلات مستمرة، والسيد ولي الزوخ الذي نوجه له رسالة من البرنامج يقوم بالسهر على عمليات الترحيل بشكل شخصي دائما، ولكن نحن نستغرب أنه ملف سكن السيد سعيد لم ينتبه إليه أحد من البرنامج. على كل سعيد، أنا قلت لك أنه احنا في قناة الشروق وفي البرنامج مستعدون أنه نخصص حلقة واثنين وأكثر من حلقة من أجل مساعدة أنت وزوجك. على كل كاميرتك هاي موجودة هنا، توجهي برسالة إلى السيد والي زوخ ونحن سنتكفل بإيصالها إن شاء الله إليه. الوالي زوخ يسمع فيك، توجهي نطلب من السيد الوالي زوخ إن شاء الله ربي يعطيه ما يتمنى إن شاء الله، يخزر للسعيد إن شاء الله. سعيد إن شاء الله راه ماشي غير زوجي، سعيد راه وليد 48 مليون جزائري. وسعيد نطلب من الوالي ان شاء الله راه وليدك، وانا راني اختك لا فرشت عليا، ان شاء الله ربي يفتح عليك بيبان السما ان شاء الله، ان شاء الله تلقاها في مقام الجنه. نطلب من الرئيس الجمهوريه ان شاء الله ربي راه يشوف فينا، ربي يشافيه ويرفد ضره ان شاء الله يشوف السعيد. سعيد راه مقيوس بزاف، سعيد راه يتيم، سعيد راه محتاج الدار. والله اللي خرجوا من هذيك البقعة هذيك إن شاء الله أجروا عند ربي إن شاء الله. سعيد ولا غيره مضرور بزاف، راه يعاني في معاناة قاسية. طيب سعيد، أنت وجهتي رسالة إلى الوالي زوخ، وإحنا نتوجه برسالة إلى المحسنين لكي يساعدوا السعيد والكثير من المواطنين الذين كانوا فيما سبق يبحثون عن رقم هاتفه وهو موجود في هذه الحلقة. نحن نقوم الآن بعرض رقم الهاتف ورقم الحساب البنكي لمساعدة السعيد. على سيرة المواطنين السعيدة، كان معنا شخص من جمعية الهلال الأحمر الجزائري المعروف بمساعدة المواطنين، عنده حبي توجه لك بسؤال، حبي يسقسيك. نعم. عنده أسئلة يسقسيك وانت واجبي. نعم. عليه. تفضل السيد صفيان بأسئلته إلى السيدة سعيدة. السؤال الأول، هل الجيران يقدموا لك مساعدة أم يد العون أم لا، ولا ما تلقيتيهاش من عندهم؟ وفيما يخص من السؤال الثاني، وشنو هي الحاجة اللي خلاتك تبقى مع السعيد كامل هذه المدة متزوج حتى الآن يعني؟ وشكرا. أول سؤال تاعك، أول شيء كان الإمام تاع جنان مبروك كل 3 شهور يبعث له قفة يعطيه ما يتمنى وربي يجازيه للخير. والسؤال الثاني، السعيد راه أمانة ما بين يديه وأنا ما نفرطش فيه ليوم الدين، وهذا الزوج تاعي نتهلا فيه امام الله وامام الناس. يعني حتى لو كانت تصيبي روحك برا ما تتخلاش على السعيد. ما نتخلاش على السعيد. السعيد راه امانه في رقبتي اليوم الدين، والله ما نخليه، والله العظيم ما نخليه، والله والله. اول حاجه نخاف ربي. ان شاء الله يخافوا ربي فيك المسؤولين ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يعاونوا سعيد. انا والله ماني محتاجه والو، والله العظيم ماني محتاجه والو، يعاونوا سعيد. سعيد هو اللي راه غايظني بزاف،
ماني ما حتى جو والو، يعطوا له غير الدار والله غير الدار، ما نحتاج ولا ماكله، ما نحتاج والو والله ما نحتاج والو، يعطوا له غير الدار، ضربك نحتاج غير الدار. استروني ربي يستركم ان شاء الله في الدين وفي الاخره ان شاء الله، الا استرتو سعيد والله غير يستركم ربي ان شاء الله في الدنيا وقبل الاخره، هذا راه امانه ما بين يدينا كل. السعيد لو كان جاي يهدر وجاي يعرف صلاحه وجا اليوم ما نلحقش اليوم لهنايا، وراني نفرغ في قلبي كاع واش راه كاين. السعيد ما نحبش واحد اللي يقولوا تا مريض، ما نحبش واحد يقولوا اي حاجه، ما نحبش واحد يقول له والله ما نحب. على كل انت قد حكيتي على الجيران، انا كنت قادر نوجه في بلاستيك على الجيران، انا على بالي انه انت عايشه وحدك، ما كان حتى وحدي عايشه وحدي مع ربي سبحانه، واحد ما يدقدق عليك في الباب. مكنش. هذا ليس انتقاد للجيران، جيران السعيد في جنان مبروك، ولا اساءه اليهم، ولكن هنالك مواطنون يعني واحد ما سمع بهم، المطلوب من السلطات في بلديه جنان مبروك انهم يساعدوا هذه الحاله الانسانيه، وهذه صرخات هذه الزوجه الصالحه التي لا تقدر بثمن، والتي اشك انه غيرها موجود هنا في الجزائر. نتمنى منكم فعليا ان تاخذوها بعين الاعتبار، وانا كنت وعدتك فيما سبق ان نجو معك لبلديه جنان مبروك، ولكن لظروف خاصه ما قدرناش نجي، ولكن هذه المره فعلا سنقوم بمرافقتك شخصيا انت والسعيد الى رئيس بلدية باش الجراح لنستعلم عن هذه القضية في الوقت الذي يحصل فيه المواطنون على السكنات، وهذا حق يضمنه الدستور ويتغنى به المسؤولون. ها هي الحالة أمامكم، إن كنتم لم تسمعوا عنها فهي عرضت الآن في برنامج أحكي حكايتك وفي قناة الشروق، نتمنى منكم أن تأخذوها بعين الاعتبار. على كل مشاهدينا الكرام، نحن وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، كانت هذه استرجاع لبعض الحالات التي مرت معنا في البرنامج، على أمل أن نلتقي معهم في مرة أخرى، ليس لرؤيتهم يبكون من المشاكل، ولكن لرؤيتهم يفرحون بهذه الدولة التي يفترض أنها توفر حق السكن للمواطن لأنه من أبسط الحقوق. على كل إنسان يعطيك صحة كي جيتي مرة واحدة أخرى أنت وسعيد، بارك الله فيك، الله يسترك. نعتذر مرة أخرى على يعني دموعك، لأنه احنا فعلا لا نريد أن نستضيف المواطنين من أجل تقليب المواجع عليهم، ولكن نتمنى أن يعتبر من قصتك المسؤولون. مشاهدينا الكرام، ختام حلقة اليوم، نلتقي بكم بحول الله الثلاثاء المقبل، وتذكروا أننا دائما في خدمتكم، ويمكنكم التواصل معنا سواء عبر أرقام الهاتف الخاصة بالبرنامج أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وستجدون دائما إخوة في الاستماع إليكم. تقبلوا تحياتي وإلى الثلاثاء المقبل. من النوم الهادئ تستحق أيضا حماية جيدة. أوان كونفورت 3 دي نوي صنعت لهذا الغرض، طويلة أكثر، عريضة أكثر من المؤخرة من أجل حماية أفضل، وليالي أكثر هدوء. صباح الخير، مع أوان كونفورت 3 دي أعدنا ابتكار الراحة الليلية. بينجو مسحوق لآلة الغسيل بطل الجزائر، وفقا لنتائج مختبر مستقل في فرنسا، فإن أفضل مسحوق لآلة الغسيل في الجزائر هو بينجو. بينجو يتعدى النظافة. قلبي ماشي واحد بابنين، نتمنى ديما تكون الليل، ماشي واحد بابنين، نام فيها أنا فرحان مرتين. ماشي واحد بابنين، نتمنى ديما تكون لا تزال ببعض اليوم، ليست جزيئة واحدة فقط بل اثنتين من الجزيئات الماصة، وليست طبقة واحدة بل اثنتين من الطبقات الخضراء الماصة فقط عند مولفي. تحاولون تقديم الأفضل؟ نحن كذلك نحاول تقديم الأفضل لأطفالكم. Biscuit.
الزبرين وسخونين وطريين في قلبهم الشيكولا الكريمة ماما بالمشماش والفاني والقارص وزيت الكاكاو. صح أنا نحب برينو تاع الشوكولا. يا صغار زيدوا برينو والكريمة في عينو. برينو est un produit du groupe BIFA. أجنحة مولفات أوسع ب 42% من باقي الفطات، تتناسق أحسن مع ملابسك الداخلية، تشعرك بحماية وراحة كصديقتك الحميمة. أشعر بالنعومة. 96% من المستعملات ينصحن بمولفات. فانتا بسوم عجب، شوف كيفاش تتقاسمها، تتقاسمها حتى القطرة الأخرى، تقسمها وين حبيت ووقت ما حبيت. منا للفوق فانتا 2 لتر راهي 120 دينار، ودوك 1 لتر راه ب 90 دينار فقط. ايه مارغرينا كول.